الاستعدادات صارت جاهزة، وصلنا إلى لحظة انطلاق مهرجان أجيال السينمائي في دورته الأولى، فمرحبا بكم. هذا المهرجان يشكل احتفالية مؤسسة الدوحة للأفلام بالسينما، وخصوصاً الأفلام اللي تستهدف الأطفال والعائلات والأكاديميين. I've always seen young people as an important force for change. I also think that in terms of the film industry and the media industry, it is young people who will determine globally the agenda. انطلق مهرجان أجيال السينمائي بحفل غداء مميز في فندق سانت ريجس، ورحب القائمين على المهرجان بضيوفهم الكرام. احنا في اول ايفنت عندنا في مهرجان أجيال السينمائي، وهو الغداء الترحيبي بالضيوف، واحنا نحب نرحب فيهم، نستضيفهم في الدوحة ونرويهم كرمنا في الدوحة ان شاء الله. هناك شباب وهناك فئات عمرية لديهم أفكار ولديهم تطلعات ولديهم آمال، بالتالي حسينا أن شيء مهم أن احنا نركز على هالفئة ونسوي شيء، نسوي مهرجان منهم ولهم. الحلو في مهرجان أجيال السنة أنه ركز على أفلام الشباب، أو ركز على أنمي بالذات اللي احنا نحبه ونموت فيه يعني. يحتفل مهرجان هالسنة بعالم الأنمي والأوتاكو، والأوتاكو هو مصطلح ياباني يشير إلى عشاق فن الأنمي، وبتتضمن الفعاليات معارض مختلفة الفنانين محليين ومسابقة أزياء أوتاكو، بالإضافة إلى العديد من عروض أفلام الأنمي الكلاسيكية والحديثة. This kind of genre, it crosses barriers, which is very important. 65 فيلم من 30 دولة بتنعرض على مدى 5 أيام، تتنوع ما بين الأفلام التسجيلية والوثائقية والأنمي، الأفلام القصيرة والروائية الطويلة. تتذكر شو حكى لك؟ أنت شايف الشمس من أكبر موجود هنا بقطر وعلى السجاد الحمراء خصوصية، يعني شعور لا يوصف، يعني فرحة كبيرة. I feel so honored to be here in Doha because I didn't realize myself that it's a huge film festival. كفكرة هي طبعا فكرة جريئة جدا وبادرة مهمة جدا للأجيال، خاصة جيل الشباب. I think the mixed bag of the films for the young people, it just opens up their mind and their horizon, and I just think that's so important. الملتقى هذا العمري إذا جاز لي التعبير سيكون محطة كبيرة في ثقافة طفلنا العربي. نعيد المشهد مرة ثانية. أوكي. يهدف هذا المهرجان إلى صنع هوية محلية وقوية مصممة خصيصاً لجذب الشباب الذين يمثلون مستقبل البلاد والمنطقة. يعجبني الفيلم بزاف في كل وقت. It's a beautiful film from one of the greatest animators in the world. Technically I really admire it and appreciate it. الأيام الأربعة القادمة من المهرجان بتكون مليانة بالفعاليات، من ورش عمل وعروض خاصة في الهواء الطلق، والاحتفال بالمواهب المحلية من خلال فعاليات صنع في قطر، ودوحيات سينمائية اللي شارك الأطفال فيها كأعضاء لجنة التحكيم. كون رأينا حق الأفلام بشكل ونختار الفيلم اللي بيفوز. وإذا فاتتك واحدة من هالفعاليات، تقدر دائماً تتابع اللقاءات مع ضيوفنا على البث المباشر الخاص بأجيال.